السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما بدأناه في تفسير آيات الأحكام من سورة النور. كنا قد بلغنا عند قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات جمع خطوة، وقد قرأت بقراءتين سبعيتين: خطوات بضم الطاء وخطوات بسكونها، والمعنى واحد. والمراد بخطوات الشيطان أي سبله ومكائده وطرقه التي يغوي بها بني آدم. والشيطان من شطن إذا بعد، فهو بعيد عن الخير، في هذه الآية من الفوائد أن الشيطان لا يأتي للإنسان بالذنب الأكبر دفعة واحدة، وإنما يأتيه به على مراحل، ومنه ما يتعلق ما نحن بصدده الآن فيما يتعلق بالأعراض والفواحش ونحو ذلك. فإن الشيطان لا يدعو الإنسان للفاحشة الكبرى مرة واحدة، وإنما يدعوه إلى ما هو وسيلة إليها. ومن هنا حرم الله جل وعلا أموراً تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، فمثلاً تحريم النظر إلى غير ذوات المحارم، تحريم سفر المرأة من غير محرم، وتحريم الخلوة، كما أمر جل وعلا بأوامر هي من باب الوسائل وليست المقاصد، كالأمر بالحجاب والأمر أمر المؤمنات بعدم الخضوع بالقول، كما قال سبحانه مبينا الحكمة: لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، قولا معروفا في مضمونه وفي طريقته وأسلوبه، فلا تنغم ولا ترخم صوتها ولا تتكلم بأمور أو بموضوعات لا يسوغ لها أن تتكلم بها مع الأجانب. وكما أمر الله جل وعلا بالحجاب في قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قال سبحانه مبيناً الحكمة:
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا عدم الائتمار بهذه الأوامر أو الازدجار عن هذه الزواجر هو من ارتكاب خطوات الشيطان واتباعه فيها. قد نهانا الله عن ذلك فقال لا تتبعوا خطوات الشيطان. وللإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين كلام نفيس في هذا الباب، وقال أن الشيطان يضع بين يدي الإنسان عقبات، أعلاها عقبة الشرك بالله، فإن لم يظفر بها انتقل إلى عقبة البدعة، فإن لم يظفر بها انتقل إلى عقبة الكبائر، وهكذا حتى يبدأ به من عقبة تقديم المفضول على الفاضل، ثم عقبة التوسع في المباحات، ثم عقبة الوقوع في المكروهات، ثم الوقوع في المحرمات، إلى أن يصل به إلى الأمر الكبير. وفي هذا الأمر على وجه الخصوص أيها الإخوة، كما قلنا قبل قليل، حرم ربنا جل وعلا وحظر على المؤمنين أمور كان تحريمها تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، فهي لحماية العفة وصيانتها. فالأمر بالحجاب، والأمر بغض البصر، ونهي المرأة عن السفر بدون محرم، والنهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، والنهي عن الخضوع بالقول، والنهي عن أن تضرب المرأة بقدمها حتى يسمع صوت الخلخال، والنهي أن تخرج المرأة متعطرة أو متجملة، والنهي عن مس المرأة الأجنبية وغير ذلك، كل هذا حتى لا يقع المحظور الأكبر الذي هو الفاحشة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال في آخر الحديث: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذه منافذ للقلب، فإذا استحكمت الشهوة على قلب الإنسان الفرج يصدق بعد ذلك هذا الأمر أو يكذبه. ومن وقع في الشبهات والمكروهات ثم ولغ في شيء من المحرمات كان كما أخبر ربنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك في يوم من الأيام أن يقع فيه. وهذا فقط ليس فقط في موضوع المحرمات، وإنما أيضا حتى في موضوع الأوامر. الآن فيما يتعلق بصلاة الفريضة هناك مجموعة من المستحبات، حولها كلها من باب، حتى من أتى بها فإنه من باب أولى سيكون محافظا على هذه الفريضة. فالترغيب في التبكير للصلاة، ما في الخطوات للمسجد من الأجر والفضيلة، السنن الرواتب قبل الصلاة، الأجر في الصف الأول، الأجر في تكبيرة الإحرام، الأجر في التأمين، كل هذه أشياء هي ترغيب حتى يحافظ الإنسان على لب الصلاة وأصلها. فالذي دائما همته ألا تفوته تكبيرة الإحرام، ولا يفوته الصف الأول، ولا تفوته السنة القبلية، ولا يفوته التأمين، هذا إن شاء الله تعالى يرجى له ألا تفوته الصلاة في يوم من الأيام. لكن الإنسان خالي الذهن من مثل هذه الأشياء، اللي همه إن ما يأتي الناس وقد انفتلوا من الصلاة، سلموا من الصلاة، هذا في كثير من الأحيان ستفوته الصلاة، لأنه يوما سيدرك ويوما آخر لن يدرك. واعتبر هذا بحالك أيها المؤمن. ما جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى لله في جماعة يدرك مع الإمام
تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. بعض الناس يظن أن هذا أمر سهل، براءة من النار وبراءة من النفاق 40 يوم سهلة. هي سهلة يسيرة لمن يسره الله جل وعلا عليه، لكنها لا تنال إلا بمقدمات، القلب متهيئ والجوارح متهيئة. ولذلك يقول أحد الإخوة، يقول جاهدت نفسي قبل بداية رمضان ب10 أيام حتى أتم 40 يوم، فلما كان بعد 30 يقول فاتتني تكبيرة الإحرام. يرجع الإنسان إلى نفسه فيحاسبها، ينظر ما هو الشيء، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذه إذن الذي أقصده أن نيل مثل هذه الفضائل هو يحتاج إلى سياج يحميه. لا، الإنسان الذي يحفظ الله جل وعلا في بيته وفي طريقه وفي سيارته يحفظه الله جل وعلا بعد ذلك في عبادته. في هذه الآية يقول ربنا جل وعلا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوه خطوة فخطوة، صغيرة تتلوها كبيرة، توسع في المباحات ثم المكروهات ثم المحرمات. ولو تأمل الإنسان في حاله وحال الناس من حوله لرأى من ذلك شيئا كثيرا. قال الله جل وعلا ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الجواب محذوف، ومن يتبع خطوات الشيطان فسيقع فيما نهي عنه، سيقع في الفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم تكررت الجملة للمرة الرابعة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ليس بجهدك ولا بقدرتك ولا بذكائك ولا بحرصك، وإنما هو فضل الله ورحمته. وفي الصحيح إنه لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وكذلك الزكاة في الدنيا، لا تظن يا عبد الله أن محافظتك على الصلاة أو الصيام أو الاثنين والخميس أو تهجيرك للصلاة أو ختمك للقرآن أو إقبالك على طلب العلم أن هذا من زكاتك، أن هذا من ذكائك، أن هذا من حرصك. لا، وإنما هو محض فضل الله جل وعلا عليك. ووالله أيها الإخوة، لو نظرنا بعين البصيرة إلى فضل الله جل وعلا حين يوزعه على عباده، يقسمه على عباده، لرأينا من ذلك عجبا، لرأينا من ذلك عجبا. كيف يهدي من يشاء ويضل من يشاء بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. تجد اثنين أخوين من صلب واحد من رحم واحد، ومع ذلك أحدهما من الأبرار والآخر من الفجار، أحدهما من الصالحين والآخر نعوذ بالله من الضالين. انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من هداه الله جل وعلا وأقبل على الدين فدخل، فكان من أعظم من وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين، وربما يكون له أخ أو أب أو ابن، ومع ذلك أظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في هذا فوائد، الفائدة الأولى الإكثار من حمد الله وشكره على هذه النعم. الفائدة الثانية الحذر، كل الحذر من العجب بما يناله الإنسان من الخير. الفائدة الثالثة إذا كان هذا فضل الله فلنكثر من دعائه جل وعلا. وفي الدعاء اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم
أحد الصحابة: اللهم اهدني وسددني. وأعظم الدعاء دعاء الفاتحة، ولذا أوجبه ربنا جل وعلا علينا في اليوم مرات عديدة: اهدنا الصراط المستقيم. والبعض يظن أن معنى اهدنا الصراط المستقيم هو فقط ثبتنا على الصراط المستقيم، لا، هذا واحد من مفردات هذا الدعاء. أنت محتاج إلى الهداية في كل لحظة من لحظات حياتك، فيه أمور تجهلها، إن لم يهدك الله جل وعلا لها ما تعلمها، وفي أشياء تعلمها لكنك لا تعلم تفاصيلها، والأشياء التي تعلم تفاصيلها ربما لا تنشط نفسك للقيام بها، وما نشطت نفسك للقيام بها ربما لا تأتي بها على الوجه الأكمل، وما أتيت به على الوجه الأكمل ربما لا تثبت عليه. فهذا كله وغيره مما نحتاج أن نسأل الله جل وعلا الهداية فيه، وهذا قبله وبعده، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على الإخلاص في هذه الأعمال كلها. قال الله جل وعلا: ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وختم الآية بهذين الاسمين الكريمين، لأن الله جل وعلا سميع بأقوالكم، عليم بأفعالكم، يعلم جل وعلا من يستحق الهداية فيهديه ويزكيه، ومن ليس له، من ليس أهلا لها. ولذلك لا تظن أن الله جل وعلا إذا هدى أقواما أو أضل أقواما أن ذلك مجرد المشيئة، لا، ولكنها المشيئة التي تجري على وفق الحكمة. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولا يأتلي أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، أولو الخير والمنة، أن يؤتوا أولي القربى أصحاب القرابات والمساكين من المؤمنين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا. جاء في سبب نزولها ما استمعنا إليه قبل الصلاة في الصحيحين، أنها نزلت في أبي بكر، كان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته وفقره، فكان مصطح ممن تكلم في شأن عائشة، فلما نزلت آيات الإفك أقسم أبو بكر ألا ينفعه بنافعة أبدا، فأنزل الله هذه الآية وقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى والله إنا لنحب أن يغفر الله لنا. فأعاد لمصطح النفقة التي كان ينفقها عليه. وليعفوا وليصفحوا، يعفو عما مضى ويصفحوا ويغفروا عنه ولا يذكروه ويتجاوزوا عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى، من الذي لا يحب أن يغفر الله له؟ من الذي لا يحب أن يغفر الله له؟ والله غفور رحيم. وهذين الاسمين الكريمين الغفور والرحيم دالان على صفتين عظيمتين: الغفور دال على صفة المغفرة، والرحيم دال على صفة الرحمة. والغفور من الغفر وهو الستر، ومنه قيل للمغفر مغفر، ما يلبسه المقاتل لأنه يستره في القتال. فالغفور هو الذي يستر الذنوب ويزيلها، والرحيم جل وعلا دال على صفة الرحمة. وهذا الاسم الكريم الرحيم هو أكثر الأسماء وروداً، الأسماء الحسنى وروداً في كتاب الله. وعلم الأسماء الحسنى هو من أجل علوم القرآن،
وإنما نزل القرآن، نزل القرآن ليعلم الخلق بالخالق جل وعلا وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالقرآن كله في توحيد الله جل وعلا، وما نتصوره من موضوعات أخرى هي موضوعات داعمة لهذا الموضوع الكبير والرئيس الذي هو توحيد الله ومعرفته وما يجب له من الحقوق. أقول هذا الاسم الكريم أكثر الأسماء وروداً في كتاب الله، وقد ورد في 114 موضعاً. أقف مع هذا، مع ورود هذا الاسم الكريم وقفات يسيرة. الوقفة الأولى كما قلنا هو أكثر الأسماء وروداً في كتاب الله. ثانياً ورد في 114 موضعاً. ثالثاً لم يرد إلا في ختام الآيات، لم يرد إلا في ختم الآية، وكان الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، وهكذا. أكثر، رابعاً أكثر ما ورد هذا الاسم الكريم في السور المدنية. خامساً أكثر السور وروداً سورة البقرة ثم سورة النساء. سادساً أكثر الأسماء الحسنى التي اقترنت مع اسم الرحيم هو اسم الغفور، الغفور. وقد ورد في 71 موضع مقترناً باسم الغفور. كلها يتقدم الغفور على الرحيم إلا في موضع واحد في الآية الثانية من سورة سبأ، وهو الرحيم الغفور. ما هي الحكم التي نتلمسها من اقتران هذين الاسمين بعضهما ببعض؟ نعم، المغفرة تقتضي الرحمة، أو الرحمة تقتضي المغفرة، أو الرحمة تقتضي المغفرة. من الفوائد التي نستفيدها أن أعظم رحمته جل وعلا، من أعظم رحمته، رحمته الدينية التي تقتضي غفر الذنوب، لأن مغفرة الذنوب بها يصير الإنسان إلى الجنة بإذن الله. ومما نتلمسه من تقديم الغفور على الرحيم أن هذا من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى، فالمغفرة جزء من الرحمة. وأيضاً من وجه آخر أن هذا من باب القاعدة التي تقول أن التخلية قبل التحلية، فغفر ذنوبهم، طهرهم من العيوب، ثم ساق لهم الرحمة. ولذلك في الآية الأخرى مغفرة ورزق كريم، فغفر ذنوبهم وطهرها ثم أنزل أو حباهم الرزق الكريم. وأيضاً لأن الرحمة علة للمغفرة، الرحمة علة للمغفرة، ومن شأن العلة أن يؤتى بها بعد الحكم. والله أعلم. جاء عن بعض السلف أن هذه الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة
ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قالوا هي أرجى آية في كتاب الله. ومعنى أرجى آية في كتاب الله أنها الآية الأشد رجاءً. والعلماء تنوعت عباراتهم في بيان أرجى آية في كتاب الله، وهو على سبيل الاجتهاد، لأن الله قال وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى نحب ذلك، كأن هذا عرض من الله جل وعلا وترغيب لعباده. قال الله جل وعلا بعد ذلك في عود آخر إلى الترهيب من رمي المحصنات: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها في عائشة. ما دليلهم؟ هاي مشايخ نعود أنفسنا على الاستدلال للأقوال التفسيرية. قال بعض المفسرين هذه الآية في عائشة. دليلهم أنها الآيات نزلت في شأن عائشة، في سياق عائشة، فالحكم فيها. القول الثاني أنها في أمهات المؤمنين عامة. بما يمكن أن نستدل لهؤلاء؟ طيب أيضا، بس أصحاب القول الأول يقولون السياق في عائشة. هات عبارة أخرى أيضا تتميم. أيضا نعم، كيف يا أخي؟ نعم، أن السياق في عائشة وحكمها حكم أمهات المؤمنين. القول الثالث أنها عامة في المؤمنات جميعا. قالوا لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويقويه ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن نفس العبارة التي وردت في الآية: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذا مما يدل على أن الحكم عام في أمهات المؤمنين وفي سائر المؤمنات. إن الذين يرمون المحصنات، عرفنا معنى المحصنات، والغافلات، معنى الغافلات ليس أنها رميت على حين غرة فقط، ولكن أعظم الغفلة المقصود أنها غافلة عن هذا الأمر، لا تعرفه ولا يدور بخلدها ولا تحسنه، وفضلا أن تطلبه أو تفعله. وهذا يذكرنا بما جاء في قصة هند بنت عتبة لما جاءت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وكان منها ولا يزنين، فقالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ ما تتصور رضي الله عنها أن الحرة تزني، ما كانت تعرف أن الزنا يفعله إلا البغايا اللواتي يمتهن ذلك من أجل الأجور الدنيئات فقط. وأيضا ما جاء في حديث الإفك حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية عن عائشة، فقالت يا رسول الله ما يعني أعرف عنها إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يعني هذه كيف يتصور منها أنه يحصل منها مثل هذا الأمر الكبير؟ فالغافلات هي التي لا يدور بخلدها المنكر ولا السوء ولا الفاحشة ولا تعرفه ولا تطلب، فضلا أن تكون تطلبه أو تجري وراءه. هذا هو معنى الغفلة. ولذلك
على المؤمن الشاب إذا أراد أن يتزوج فليحرص على ذات الدين التي يكون من أخص صفاتها أنها غافلة عن مثل هذه الأشياء، لكن التي يعني تدخل في وجوه الرجال، التي تقلب المنتديات، التي تدخل في المواقع، التي تستبيح الصور، هذه قد دخلت على عوالم ورأت منكرات وربما ابتليت بأشياء ليست كالمرأة التي على سجيتها وفطرتها وعفتها قد برأها الله جل وعلا من كل هذه الأشياء. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، اللعن هو الطرد والإبعاد، لعنهم في الدنيا بإقامة الحد عليهم وسقوط رتبة العدالة ونحو ذلك، والآخرة ما ينتظرهم من عذاب الله جل وعلا. ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. جاء في الحديث أن الله جل وعلا إذا قرر عبده بذنوبه قال يا ربي إنك قد أجرتني من الظلم وإني لا أرضى اليوم علي شاهدا إلا من نفسي، فيختم الله جل وعلا على فيه ثم يأمر جوارحه فتنطق فتشهد عليه بما فعل في الدنيا، تقول فعل يوم كذا وكذا كذا وكذا، ثم يؤذن له بعد ذلك فينطق فيقول تبا لكن وسحقا فعن كن كنت أنافح. نعوذ بالله نعوذ بالله. قارن هذه الصورة بصورة من رحمه الله جل وعلا فتاب عليه وغفر ذنبه وستره، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني كنفه يوم القيامة على عبده فيقرره بذنوبه حتى إذا ظن أنه قد هلك قال سترتها لك عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا يومئذ في هذا اليوم يوم القيامة يوفيهم الله دينهم الحق، الحق يعني الثابت الذي لا ظلم فيه، والدين هنا بمعنى الجزاء، يوفيهم الله دينهم أي جزاءهم. والدين في لغة العرب وفي القرآن يطلق على معنيين، المعنى الأول الجزاء، ومنه مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، ومنه ما جاء في لغة العرب كما تدين تدان، كما تجازي تجازى. الإطلاق الثاني يأتي بمعنى الملة، بمعنى الملة، ومنه قول الله جل وعلا ها إن الدين عند الله الإسلام. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، الحق في ذاته وأفعاله وصفاته جل وعلا، فكل ما يأمر به حق وكل ما يفعله ويقدره جل وعلا فهو حق. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال بعض المفسرين الخبيثات المقصود النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، والنساء الطيبات للرجال الطيبين. القول الثاني قالوا المقصود الكلمات الخبيثات للناس الخبيثين، الخبيثات للخبيثين يعني للأقوام الخبيثين، لهم أي أنها تصدر منهم، فأهل النفاق لما كانوا خبيثين لم يتكلموا إلا بالخبث، وتلصق بهم. فلما كانت عائشة رضي الله عنها طيبة والنبي صلى الله عليه وسلم طيب فإنه لا يصح أن يلصق بهم إلا الكلمات الطيبات،
والصحيح أن الآية تشمل هذا كله، فالذوات والكلمات والأفعال الخبيثات إنما يستحقها الناس الخبيثين، وبعكس ذلك الذوات والأفعال والكلمات الطيبات إنما تصدر وتلصق بالطيبين، أولئك مبرؤون مما يقولون، أهل الطيب مبرؤون مما يقوله أهل الخبث، لهم مغفرة ورزق كريم. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. هذه آيات الاستئذان، عفوا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما مناسبة الآية لما قبلها من الآيات؟ نعم نعم، أن الاستئذان إنما شرع من أجل البصر، من أجل حفظ العورات، من أجل حفظ العورات. فبعد أن أدب الله جل وعلا المجتمع المسلم وأمره بما ينبغي أن يكون عليه، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، وبين أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، نهاهم عن الدخول البيوت إلا باستئذان، لأن البيوت إنما جعلت من أجل حفظ عورات أهلها، فمن هجم على أهلها بدون استئذان فقد اطلع على عوراتهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها، ذلكم الاستئذان والسلام خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحداً ها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. لماذا لا يجوز الدخول؟ لا، ما فيها أحد، لو لم يكن فيها أحد فلا تدخلوها، ها؟ لأن الدخول هو من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. ثم أدب آخر عظيم: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يقول روى ابن جرير في تفسيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل من المهاجرين: طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على رجل من إخواني فيقال لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط، لأن الله يقول هو أزكى لكم. ما في شيء يدعو للغضب ولا للشحناء، قيل لك أرجع فارجع، الحمد لله الوقت غير مناسب، الوقت غير مناسب لاستقبالك الآن. وهذا يدل على كمال النفس وعلى الثقة وعلى طيب الأخلاق. بعض الناس لو استأذن على أخيه ولم يؤذن له قال: أنا ما يأذن لي، أنا ما يفتح لي، أنا ما يضيفني، هو شايف نفسه إيش هو. لا، الوضع أهون من ذلك بكثير. إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وهذه الآية فيها فائدة عظيمة أكبر وأعم من موضوع الاستئذان، وهو عظمة هذه الشريعة، وأنها شريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأنها شريعة جاءت لإدارة الدين والدنيا. فهل يعقل أيها الإخوة أن تأتي آية في كتاب الله حتى تعلمنا أنه إذا قيل لنا ارجعوا فارجعوا ثم بعد ذلك يهمل القرآن قضايا السياسة وقضايا الاقتصاد وقضايا السلم وقضايا الحرب فلا ينظمها؟ هل يعقل هذا ببداهة العقول؟ أبداً، لا يمكن. ولذلك لا تتسق العلمانية مع الإسلام أبداً،
هذا الإسلام شريعة الزمان وشريعة المكان، شريعة الدين وشريعة الدنيا. الدين الذي جاء ليقول لنا إذا جاء أحدكم إلى باب قوم فلا يقف تلقاء الباب، ولكن ليقف عن شقه الأيمن أو شقه الأيسر. هل يعقل أن يقول لنا بعد ذلك اصنعوا في الاقتصاد ما شئتم، اعملوا في الربا كما أردتم؟ لا يمكن أبداً. هذا الدين من دقته وعظمته ينظم حياتنا كلها في دقيقها وفي جليلها. الدين الذي ينظم حتى حياة الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء، أمره ألا يستجمر بروث ولا عظم، أمره ألا يستجمر بأقل من 3 أحجار، ألا يمسك ذكره بيمينه، ألا يستقبل القبلة ببول ولا غائط. كل هذه التشريعات، ثم بعد ذلك يترك الأمور الكبيرة فلا ينظمها لنا؟ عقلاً لا يقبل، عقلاً لا يقبل، إلا إذا كان الإنسان قد استودع عقله. قال الله جل وعلا بعد ذلك: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم. هذه البيوت التي غير مسكونة هي كل الأشياء التي لك فيها تمتع، مثل بيوت الأوقاف، مثل البيوت المهجورة التي كانت في السابق تستخدم لقضاء الحاجة، مثل كما شبه بعض أهل العلم قالوا هي البيوت المعدة لأبناء السبيل في طرقات السفر. هذه لك فيها متاع، تدخل وتتمتع، تنام، تستريح قليلاً في طريق السفر، وهذه ليس فيها أحد، فلا بأس أن تدخلها بدون استئذان. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. نعم، كيف السكن هذا؟ لمن؟ هل هو لناس معينين؟ كيف السكن إذا كان مخصصاً لأحد يسكنه، سواء كان يملكه أو قد اكتراه أو قد أخذ منفعته، كالسكن مثلاً الإسكانات العامة، فلا يجوز الدخول فيها إلا باستئذان، لا يجوز الدخول فيها إلا باستئذان. لا، بل قد كان بعض السلف لا يحب أن يدخل في بيته على امرأته إلا كما جاء عن عبد الله بن مسعود، كان إذا أراد أن يدخل المنزل يحرك نعله ويتنحنح، وغير واجب، لكن انظر كيف نقلت هذه الشريعة العظيمة، هذا الدين العظيم، كيف نقل الأعراب في الصحراء. عبد الله بن مسعود كان راعي للغنم، ولكن نقلته إلى هذا الأفق العالي، إلى هذا الذوق الرفيع، في وقت ما كانت يعرف فيه الإتيكيت ولا تعرف فيه ماستر الفندقة ولا غيرها، نقلته هذه النقلة العظيمة حتى على امرأته لم يكن يدخل حتى يتنحنح ويحرك نعله ويقول لا إله إلا الله، حتى لا يهجم على أمر يكرهه أو هي تكرهه. ولذلك في البيوت العامة إذا كان الإنسان يسكن في بيت هو وإخوانه وأمه وأبوه، فإذا كان الدخول من الباب الخارجي فإنه لا بأس، ما دام يمتلك مفتاح، أن يدخل بدون استئذان. لكن دخول البيوت الخاصة لا يجوز لك أن تدخل على غرفة أخيك أو غرفة أختك إلا باستئذان، لا يجوز أن تدخلها عليهم إلا باستئذان. والدخول من الباب الخارجي كما قلنا قبل قليل، من الأفضل والمستحسن أن الإنسان قبل أن يلج، حتى ولو كان هذا بيته ويمتلك فيه المفتاح، جيد أن يشعر الناس بدخوله، فإن هذا لا شك من حسن الأدب. قال الله جل وعلا بعد ذلك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها من الآيات؟ ها، هذه واضحة، واضحة جدا، ومع ذلك فيها نعم أخونا.
ثم قال الله جل وعلا نعم بعد أن تفضل يا أخي بعد أن ذكر الله جل وعلا أحكام الاستئذان الذي إنما شرع من أجل البصر أمرهم بعد ذلك بغض البصر عن المحرمات عموما. قال الله جل وعلا قل أليس القرآن كله مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله لنا؟ ها؟ إذن ما فائدة قل هنا؟ للعناية. والله الشيخ شارك معنا كثيرا للعناية بما سيرد في الآية، للعناية بما سيرد في الآية والاهتمام به، هذا وجه. الوجه الثاني النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن قل فهو يقول كما قيل له، ولذلك جاء في تفسير سورة الصمد النبي صلى الله عليه وسلم وفي سورة الفلق قال قيل لي قل فقلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ، إنما هو مبلغ. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يقل قل لهم. لماذا؟ فيه إشارة إلى أن المؤمنين هم الذين سيبادرون إلى الامتثال. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. من هنا ربما معنا بعض الإخوة النحاة والذين يحسنون النحو، تكون تبعيضية، يغضوا بعض أبصارهم، وذلك فيما إذا كانت الآية تتناول كل منظور إليه. لأن المؤمن هل يؤمر أن يغض بصره عن كل شيء؟ لا، يؤمر أن يغض بصره عن المحرمات، يؤمر أن يغض بصره أيضا حتى النظرة الأولى ليست عليه، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية، وهكذا. وبعض المفسرين قال من لابتداء الغاية يغض أبصارهم، وهؤلاء يرون أن الآية تتناول الشيء المحرم فقط، فهم يغضون أبصارهم عن المحرمات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وغض البصر أمر الله جل وعلا به لأنه هو السبيل إلى حفظ الفروج، وكما جاء في الحديث والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قد أجمع أهل العلم أنه لا يجوز إطلاق البصر، أجمعوا على أنه لا يجوز إطلاق البصر على الذات المحرمة نظر شهوة يرددها. قد ذكر ابن القيم رحمه الله لغض البصر فوائد ثلاث: أولاً حلاوة الإيمان ولذته، ثانياً نور القلب وصحة فراسته، ثالثاً قوة القلب وشجاعته. ويحفظوا فروجهم، يحفظوها عن أي شيء؟ ما معنى ويحفظوا فروجهم؟ أكيد عن الحرام، لكن ما هو؟ ممتاز، أحسنت. قال بعض المفسرين يحفظوا فروجهم عن الزنا والفاحشة، وقال بعض المفسرين يحفظوها عن النظر إليها، ويؤيده ما جاء في الحديث احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. والصحيح أن الآية تشمل المعنيين جميعا، فالمؤمن مأمور بحفظ فرجه عن هذا كله. ما فائدة هذا التركيب يغضوا من أبصارهم ثم قال ويحفظوا فروجهم؟
أحسنت، أن إطلاق البصر بوابة لوقوع الفرج في المحذور الأكبر. نعم، ممتاز. نعم، طيب، وأيضا في ملحظ لفظي أيضا أن هذا من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى، فوالله أعلم مناسبتان، لفظية ترقي من الأدنى إلى الأعلى، ومعنوية وهو أن البصر هو بوابة الفرج. ذلك أزكى لهم، ذلك مبتدأ وخبره أزكى لهم، ومعنى أزكى أطهر لقلوبهم. والإشارة في ذلك تعود إلى ماذا؟ ذلك اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ غض البصر وحفظ الفرج. ذلك أي ما سبق من غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى، هو أزكى لهم. والمشاهد أيها الإخوة أنه لا شيء يشوش القلب ويذهب لذة العبادة ويشتت النفس ويبعثر الروح كإطلاق البصر. قد جاء في الحديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها جرائي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه صحيح، ويصدقه أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه في الدنيا بلذة الإيمان، وعوضه الله خيرا منه في الآخرة في نعيم الجنة. ولذا قال ابن القيم عليه رحمة الله في قصيدته: فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر زاعة لزماني. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال الله جل وعلا: إن الله خبير بما يصنعون. ما مناسبة ختم الآية بهذا الختام؟ إن الله خبير، الخبير هو العليم ببواطن الأمور. وما نوعها؟ معليش، هذه يعني هذه الأشياء حتى تكتمل الصورة التفسيرية. ما نوع ما؟ صيغة عموم، لكن ما نوعها؟ ما موصولة بمعنى الذي، خبير بالذي يعملون في وجه بالذي يصنعون، ممكن مصدرية، خبير بصنيعهم. يصح الوجهان، يصح أن تكون موصولة ويصح أن تكون مصدرية. وما بالمناسبة في كثير من في عدد من المواضع يصح فيها الوجهان، وفي مواضع تتمحض لأحد الوجهين. المقصود إن الله خبير بما يصنعون. ما مناسبة ختم الآية بهذا الختام؟ هاي مشايخ، الشيخ اللي وراك. نعم، صحيح كلامك، صحيح، لكن المقصود بالضبط ما أشرت إليه. نعم الشيخ، ها؟ لا، وأيضا سم صحيح، لكن لماذا هنا في هذا السياق؟ نعم، طيب، جيد، لكن أيضا وجه آخر أخونا. ممتاز، أحيانا كثيرة إطلاق هذه المنكرات، إطلاق البصر وولوغ الفروج في الأعم الأغلب يكون على وجه
العلانية ولا على وجه الاستسرار؟ السر. ولذلك من الممكن أنك تسير أنت وأخوك في طريق ثم تمرون على ما حرم الله، أحدكما يطلق بصره والثاني قد غض ولا أحد يعلم عن الآخر، لكن الله خبير بما يصنعون. أسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بالستر الخافي. إن الله خبير بما يصنعون. واعتبر هذا أيها الأخ المبارك بما أنتجته التقنية الآن. الآن الإنسان قد يجلس في بيته يغلق على نفسه في غرفته لا يراه إلا الله، فمن تذكر موعود الله، تذكر أنه إلى الله الرجعة، امتنع عما حرم الله. وإلا فلا يوجد واعظ إلا واعظ الإيمان. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هذا هو الواعظ الحقيقي، واعظ الإيمان. ولذلك ذكر الله جل وعلا المؤمنين بعموم اطلاعه وعلمه، وأنه لا يخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى جل وعلا. وقد أفلح وأنجح من كان مراقبا لله جل وعلا فيما يأتي وما يذر. وبعد، يقول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أعاد الأمر بغض البصر وحفظ الفرج للنساء بعد الأمر به للرجال، مع أن القاعدة أن الأمر للمذكر في الشريعة يعم، ولكن لعل إعادته لفوائد، والله أعلم. منها: أولاً للتأكيد، ثانياً لئلا يظن ظان أن الأمر بغض البصر هو خاص بالرجال. وقد كنت قديماً أستبعد هذه الفائدة حتى سمعت هذا من عدد من النساء تسأل، حتى أن بعض النساء كانت تظن، تقول: الرجال عليهم غض البصر والنساء عليهم الحجاب. وهذا من الخطأ، بل النساء مأمورات بغض البصر أيضا. الفائدة الثالثة أنه جيء به في صدر الآية لأنه سيعطف عليه مجموعة من الأحكام بعد ذلك. وقد اختلف أهل العلم في حكم نظر المرأة إلى الرجال. قال بعض أهل العلم: نظر المرأة إلى الرجل كنظر الرجل إلى المرأة على حد سواء. وقال بعض أهل العلم: بل لا يحرم على المرأة النظر إلى الرجال. واستدلوا بنظر عائشة رضي الله عنها إلى الأحباش. ولكن الصحيح الذي نريد أن نقف معه أيها الإخوة أن هذا الخلاف طبعاً خارج عن النظر الذي فيه شهوة، أو النظر للرجال المخنثين، أو النظر إلى الرجال الذين يتكسرون، أو النظر للرجال العراة أو أشباه العراة كما يحصل في بعض الألعاب الرياضية. كل هذا خارج خلاف أهل العلم، لأن هذا مما تمنع منه المرأة. وإذا رافقه شهوة فإن الأمر لا شك في تحريمه، فإن النظر إلى كل ذات غير الزوج والسيد نظر شهوة فإنه يحرم، لا يجوز بحال من الأحوال. ومن جهة أخرى أيها الإخوة أيتها الأخوات، فإنه لا شك أن الأتم والأرقى والأنفع للمرأة ألا تعتاد على إطلاق البصر أبداً، وأن تحاول ألا تعود نفسها النظر إلى الرجال الأجانب،
بقدر ما تستطيع فإنه أنقى لقلبها وأتقى لربها، سواء قلنا بالمنع أو لم نقل بالمنع. قال الله جل وعلا بعد ذلك: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود وجماعة: كالرداء والثياب، فلا يجوز للمرأة أن تبدي إلا ما ظهر من هذه الثياب والملاءة والرداء والعباءة ونحو ذلك. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار ما تغطي، ما تختمر به وتغطي به رأسها، على جيوبهن، والجيب هو فتحة العنق. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. نهيت المرأة عن إبداء الزينة، وجاء على هذا النهي ثلاثة استثناءات. الاستثناء الأول من عموم الزينة فاستثنى منها ما ظهر. الاستثناء الثاني لعموم الناظرين فاستثنى منهم البعولة فمن بعدهم. الاستثناء الثالث في عموم النساء فاستثنى منهن، ليجيب يأخذ هذا الكتاب الأخير، القواعد من النساء، هذا هو الاستثناء الثالث. قال الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الأزواج أو آبائهن، وإياك بارك الله فيك، أو آباء بعولتهن يعني آباء الأزواج، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أبناء أزواجهن، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. هذه الأصناف التي يجوز للمرأة أن تظهر عليها، تظهر عليهم، أن تبدي شيئا من الزينة عندهم، ليس معناه أنه يحق للمرأة أن تخرج كما شاءت مثل ما يصنع بعض النساء، تبدي العضدين وتبدي أعلى الساقين وتبدي جزءا من الصدر وأجزاء من الظهر، لا، فإن هذا ليس معهودا في زمن نزول الوحي، وليس هذا هو المقصود. ولذلك حده بعض أهل العلم بأعضاء الوضوء أو بما يظهر غالبا حال مهنة المرأة. أما أن تتوسع المرأة فتبدي أجزاء من جسدها حتى ولو كان عند ابنها أو عند ابن أخيها أو عند عمها أو خالها أو عند ابن أختها، فإن هذا لا يسوغ. ولذلك توسع النساء حتى عند النساء هذا أيضا مدعاة للفتنة ومدعاة لانتشار بعض المظاهر غير المحمودة. قال الله جل وعلا بعد ذلك: أو نسائهن. قال بعض المفسرين المقصود عموم النساء، والإضافة هنا للجنس، فيجوز لها أن تبدي نفسها وتظهر عند النساء. وقال آخرون: المراد بالنساء هنا نسائهن المؤمنات دون الكافرات، فلا يجوز لها أن تظهر عند الكافرات، لأن المؤمنة لا تصف هذه المؤمنة لزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمنة، نهاها أن تظهر فحتى تصف أختها المؤمنة عند زوجها حتى كأنه ينظر إليها. لكن الكافرة والكتابية وش اللي يمنعها من أن تصفها؟ ما في ما عندها دين يمنعها. ولذلك قال بعض أهل العلم: لا يحل لها أن تظهر عنده. ومن هنا يتبين لنا ما تصنعه، الخطأ الذي تصنعه بعض النساء من أنها تبالغ أو تصف، إذا ذهبت لحفلة عادت وذكرت لأخيها وزوجها وأبيها ما رأته من النساء وأوصافهن، هذا أمر محرم. قال الله جل وعلا: أو ما ملكت أيمانهن. قال بعض أهل العلم: المراد بها الإماء دون الرقيق،
دون العبيد. وقال بعض أهل العلم المقصود بها الذكور والإناث، واستدلوا بما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه فاطمة وعنده غلام له، ولم يكن عليها إلا ثوب، إن غطت رأسها بدت رجلاها وإن غطت رجليها بدا رأسها، فلما رأى صلى الله عليه وسلم ما تعاني قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك أو غلامك. قال الله جل وعلا بعد ذلك أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، غير أولي الإربة الذين لا أرب لهم بالنساء كالمجبوب والعنين والخصي ونحو ذلك. فإذا اجتمعت فيه صفتان، الصفة الأولى أن يكون من التابعين للقوم معهم وفي حبالهم ويطعم معهم إلى آخره، والوصف الثاني أنه لا أرب له في النساء فلا يعرف شؤون النساء ولا يشتهيهن، جازت له أن تظهر عنده. قال الله جل وعلا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل جنس، ولذا قال الذين لم يظهروا على عورات النساء، فإذا قارب الاحتلام وعرف شأن النساء وجب على المرأة أن تحتجب منه، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان الله جل وعلا نهى المرأة أن تضرب بقدميها حتى لا يسمع صوت خلخال في أسفل القدم، فمن باب أولى أن تكون مأمورة بستر ما هو أعظم من ذلك كالوجه ونحوه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة أعظم مأمور به، وهو من فضل الله أيسر عمل لمن يسره الله جل وعلا له. والتوبة لها شروط، أول شروطها الإخلاص لله جل وعلا، والشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، والثالث الندم على عدم العود، والثالث الندم، والرابع العزم على عدم العود، والخامس إذا كانت في حقوق آدميين أن يرد المظالم إلى أهلها. قال الله لعلكم تفلحون، الذي يقول لعلكم تفلحون ليس أحد من البشر، ولكنه رب البشر الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده خزائن السماوات والأرض، بيده الدنيا والآخرة. يقول توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فاحرص يا عبد الله ألا تقوم من هذا المجلس إلا وقد قمت بتوبة نصوح لله جل وعلا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. اللهم إنا ندعوك دعاء العبد الفقير الخائف الضرير المسكين المستجير، دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه واعترف بذنبه وتقصيره. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا من لا يرد أمره ولا يخلف وعده ولا يهزم جنده، اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر لإخواننا المجاهدين والمرابطين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم أنزل بأسك ورجزك على القوم الضالين المحاربين يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا متين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك،
قدرتك. اللهم إن أعداءك قد تمالأوا على أمة محمد، اللهم فاكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.